مجلس الوزراء النهارده الحكومه المصريه قررت في اجتماعها النهارده اللي عقد في العاصمه الاداريه عوده العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعه الاخيره من شهر ابريل القادم. تمام؟ تمام. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم علشان وفقا لما قيل انه هذا القرار من شأنه ترشيد استهلاك الطاقة. ده مش كلامي. ده الكلام اللي طالع النهاردة من مجلس الوزراء بناء على هذا القرار. ان خلاص الحكومة قررت فبالتالي القرار ده هيحتاج خدوا بالكم الى موافقة من البرلمان. لانه الغاء العمل بتوقيت الصيفي كان بقرار من البرلمان. كان 2016. فبالتالي العودة للعمل بالتوقيت الصيفي يحتاج الى موافقة من البرلمان. الحكومة قررت النهاردة كده فهتقوم مقدمة مشروع قانون للبرلمان عشان البرلمان يوافق عليه. والكلام انه الهدف منه ترشيد الطاقة. احصائيا فقط يعني عشان حضراتكم تبقوا عارفين. تم الغاء العمل بالتوقيت الصيفي في 2011 اعقاب احداث 25 يناير 2011. ثم عودة العمل بالتوقيت الصيفي 2014. ثم توقف العمل بالتوقيت الصيفي 2016. ثم عودة العمل بالتوقيت الصيفي وفقا لقرار النهاردة 2023. ده انا بقول هذا الكلام احصائيا وللتاريخ عشان بس اللي مش عارف يعرف. السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية. مساء الخير يا نادر بيه. مساء الخير استاذ تامر، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم ورمضان كريم على مصر كلها يا رب ان شاء الله. وحضرتك وكل المصريين بخير يا رب. دواعي عوده العمل بالتوقيت الصيفي. داعي واحد فقط وهو توفير الطاقه، لان الدراسات اللي تم اجراءها من جانب وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده بالاضافه لوزاره البترول يعني خلصت الى ان العمل بالتوقيت الصيفي واضافه او تقديم الساعه لمده ساعه لمده في يعني في فصل الصيف لمده 6 أشهر سينتج عنه صافي توفير مقداره لا يقل عن 10% من استهلاك مصر من الطاقه والكهرباء. 10%؟ ده رقم كبير. 10% في هذا التوقيت وفي هذا الوقت الصعب اللي الطاقه اصبحت فيه يعني سلعه نفيسه وغاليه الثمن، اكيد يعني استدعى مننا كحكومه. لا، الامر يستدعي طالما في توفير 10% من الطاقه في مصر، لا انا احنا كدوله في هذه الظروف الصعبه اولى بهذه ال 10% ان نوفرها، ويعني الاموال اللي هتتوفر من ذلك نوجهها لاي اغراض اخرى اكثر الحاحا. يعني والله الكلام اللي حضرتك بتقوله ده نادر بيه كلام منطقي، وطالما انه مبني كمان على ارقام ودراسات يبقى كلام مش بس منطقي وعلمي. بس هو الغريب، ورغم طبعا مش عايز احمل حكومات سابقه، بس الغريب انه لما تم الغاء العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2016 قيل عكس الكلام ده وقتها من الحكومه، واتقال انه لا الحقيقه مفيش فرق ومفيش ترشيد ومفيش كذا، ويجب ان احنا نمشي زينا زي كل دول العالم بتوقيت واحد صيف وشتاء. فهل تغير الكلام او تغيرت الارقام او تغير العلم؟ يعني انا مسؤول كحكومه عن الحكومه الحاليه ومسؤول عن الدراسات الحاليه التي اجرتها هذه الحكومه، وهي دراسات بالمناسبه اجريت من قبل المختصين في الوزارتين اللي ذكرتهم لحضرتك، الكهرباء والطاقه والبترول. فدول الوزارتين المعنيين بالطاقه في مصر. والرقم اللي وصلت له 10% 10% بالظبط كده توفير في فصل الصيف للطاقه اذا ما تم تقديم الساعه 60 دقيقه اذا ما تم تقديمها 60 دقيقه لمده 6 أشهر. يعني الكميه دي هتتوفر نتيجه ان احنا هنطبق التطبيق التوقيت الصيفي لمده 6 أشهر، هتبدا في الجمعه الاخيره من شهر ابريل، دي هتبقى ان شاء الله عقب عيد الفطر المبارك ان شاء الله يوم 28 الجمعه 28 ابريل، وهتنتهي او ينتهي يعني العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس الاخير من شهر اكتوبر. فدول ال 6 أشهر اللي هيتم تطبيق التوقيت الصيفي فيهم. وعايز بس أكد حاجة هنا، احنا هنا مش جايبين يعني اختراع مصري وهو التوقيت الصيفي. التوقيت الصيفي مطبق في 40% من دول العالم،
ومنها دول كبرى زي الولايات المتحده تطبق التوقيت. لا لا احنا عارفين يا فندم ده مش اختراع ولا ما حدش قال اختراع، هي بس احنا لما حصل خلال ال 10 11 سنه اللي فاتوا تغيير من كذا لعوده الصيف لكذا، كل مره كنا بنسمع عكس الكلام، فعشان كده بس هو المصريين بيقول لك احنا عايزين نعرف هنثبت على ايه. لكن طالما الدراسات الحاليه، ربما الدراسات الحاليه غيرت دراسات سابقة او كانت محدثة على دراسات سابقة، لكن طالما الدراسات الحالية بتقول ان احنا هنستفيد وتوفير حتى لو مش 10% او 5% 2% احنا اولى بيهم. متفق مع حضرتك تماما. وده عهدنا يعني بالقرارات اللي بتتخذها الحكومة، اتحدث عن الحكومة الحالية اننا نتخذ قرار الا قبل يعني او بعد دراسة مدققة ومن المختصين. المختصين هنا الوزارتين اللي ذكرتهم، ال 10% في وقت احنا بنستورد في العام الواحد ما يزيد عن 100 مليون برميل من البترول للوفاء باحتياجات البلاد، بالاضافه طبعا للغاز الطبيعي اللي هو انا ذكرت لحضرتك في احدى المداخلات الرقم ده. وزاره الكهرباء بتاخد من وزاره البترول الغاز الطبيعي بسعر 3 دولار لكل مليون وحده حراريه، بينما السعر العالمي للمليون وحده حراريه هو 30 دولار وليس 3 دولار. صح. فحضرتك شوف الفارق الكبير ما بين السعر اللي الدوله بتدعم بيه الكهرباء من خلال سعر الغاز الطبيعي اللي بتاخده وزاره الكهرباء من البترول، وبين المليون وحده حراريه دول لو انا يعني وفرتهم وصدرتهم او بعتهم في السوق العالمي، فرق 10 اضعاف السعر. فلما هنوفر 10% اكيد ده هيمكننا ان احنا يعني نخفف الضغط على الموازنه، علما بان الدوله لم ترفع اسعار الكهرباء عن المواطن منذ سنتين. خلاص بقى خلاص بلاش السيره دي، بلاش السيره دي. خلينا حلوين كده وخلينا في الكلام الوفر والترشيد والحاجات الحلوه دي. لا بس برضو لازم المواطن يكون عارف ان اسعار الكهرباء وفقا للخطه اللي كانت موضوعه كان المفروض تتحرك على مدار السنتين، لكن الحمد لله لم نحركها منذ سنتين، اخر تحريك كان في يوليو 2021. صحيح. وبناء على القرار الحكومي النهارده حضراتكم هتتقدموا لمجلس النواب لاستصدار تشريع بالعمل بالعوده بالتوقيت الصيفي. لان عوده العمل بالتوقيت الصيفي بتحتاج تعديل تشريعي او بتحتاج قانون، يعني اقرار قانون من جانب البرلمان، لان الغائها ايضا تم بقانون. يعني 2016. انا فاكر بالزبط. كويس قوي الدكتور علي عبد العال ساعتها وبيقول الغينا العمل بالتوقيت الصيفي. بالظبط. ان شاء الله يعني رئيس مجلس النواب الحالي المستشار حنفي الجبالي سيعلن نامل ذلك. يعني طبعا القرار في النهايه طبعا لا صادر على يعني حق مجلس النواب في المناقشه، القرار في النهايه لمجلس النواب. نامل ان شاء الله ان هو يقر ما المشروع اللي تقدمت به الحكومه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، ومره ثانيه كل سنه وحضرتك طيب يا نادر بيه. شكرا. وحضرتك بكل خير. شكرا يا فندم. شكرا.